ومن الكونغرس. معي رنا أبطر. رنا، أبرز القيادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي التقاها وسيلتقيها بن سلمان، وفحوى ما جاء في هذه اللقاءات. عدد محدود للغاية التقى بولي العهد السعودي اليوم منذ صباح هذا اليوم، هو يعقد لقاءات في مجلسي الشيوخ والنواب، ولعل هذا إذا ما أشار أو إذا ما دل على شيء فهو يدل على طبيعة اللقاءات. ما علمناه هو أنه وبعد لقاء ولي العهد السعودي برئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ باب كوركر في لقاء مغلق، قرر كوركر أن يطرح على مجلس الشيوخ تعديلا على مشروع القانون الذي يتم تداوله حاليا في المجلس. هذا التعديل يقضي بالتصويت على نقل هذا المشروع، مشروع سحب دعم الولايات المتحدة للسعودية في حرب اليمن، إلى لجنته، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. ماذا يعني هذا التعديل؟ هذا يعني بأن المجلس على الأرجح أن لا يصوت اليوم على مشروع القانون، بل أن يحيله إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وهذا القرار كما أشرت أتى بعد لقاء كوركر بولي العهد السعودي. إذن في هذه الأثناء يناقش مجلس الشيوخ، ونحن نتحدث على الهواء مباشرة، يناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي نتحدث عنه. وكانت الخطة في بداية هذا النهار هو أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع بعد ظهر هذا اليوم. كان هناك تحفظ من القيادات الجمهورية على هذا التصويت تحديدا بسبب لقاء ولي العهد السعودي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض. هم لا يريدون أن يكون توقيت هذا التصويت يتزامن مع هذا اللقاء على وجه التحديد. طيب للتذكير رنا، لماذا توجد تحفظات على الدعم الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن؟ هذه التحفظات بدأت منذ وقت طويل تحديدا في مجلس النواب وانتقلت إلى مجلس الشيوخ. التحفظ الأساسي هو سقوط ضحايا مدنيين في اليمن، وعدم نية السعودية على حد قول طبعا الداعمين لهذا المشروع، عدم نية السعودية حماية المدنيين في اليمن، أو عدم أيضا قيام السعودية بأي خطوات لحماية المدنيين. هذا ما يقوله الأعضاء عدد من الجمهوريين والديمقراطيين الذين يدعمون هذا المشروع في مجلس الشيوخ. وهذه ليست المحاولة الأولى أصلا لتمرير مشاريع من هذا النوع. جميع المحاولات السابقة باءت بالفشل، لأن هذا المشروع لا يحظى بموافقة أو بإجماع الطرفين الديمقراطي والجمهوري. وهنا أشير إلى نقطة مهمة للغاية، هو أنه حتى في حال قرر المجلس اليوم التصويت على هذا المشروع لن يمرر، لأنه لا يحظى بالأصوات اللازمة لتمريره. لكن هو ربما بيان سياسي أو تصريح سياسي من قبل الداعمين لهذا المشروع، أمثال بيرني ساندرز وهو السناتور المستقل، وعدد ربما مايك لي هو السناتور الجمهوري الوحيد الذي يدعم هذا المشروع حتى الساعة. نعم، أشكرك رنا أبطر مراسلتنا من الكونغرس.